مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم القول بأن ما يحدث للناس من سيول أو عواصف أنها كوارث طبيعية؟ كوارث طبيعية، هذا اللي يقولون إن ما ينسبون الأمور إلى الله، ينسبونها إلى الطبيعة، هذول طبيعيين لا يؤمنون بالله، أو جهال ما يدرون عن هذا الشيء. ما يجري في هذا الكون شيء إلا بأمر الله وقدره سبحانه وخلقه وتدبيره، فتوكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.